spontaneous. I like to be real, down to earth. People don't really understand spontaneity because you live in a plastic world. People don't get. نجمة لبنانية شهيرة ظهرت من داخل البانيو وما فعلته مفاجئ. نشرت مقدمة البرامج اللبنانية رزان مغربي صورة لها اعتبرها المتابعون مثيرة للجدل حيث ظهرت فيها من داخل حوض الاستحمام. وفي التفاصيل نشرت رزان على حسابها عبر انستغرام صورة لها بالأبيض والأسود وظهرت فيها مستلقية في البانيو أثناء ارتدائها فستان أسود وحذاء ذو كعب عالي وأرفقتها بتعليق جاء فيه امرأة ألف ليلة وليلة. وفور نشر الصورة انهالت التعليقات على المذيعة اللبنانية حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بإطلالتها في حين اعتبرت بعض المواقع الإخبارية أن الصورة مثيرة للجدل بسبب ظهور رزان من داخل حوض الاستحمام. وكانت رزان قد تصدرت حديث المتابعين بعد نشرها صورة مع الفنان اللبناني راغب عليمي حيث عبرت عن حبها له وتمنت له عيد ميلاد سعيد. كما كانت رزان قد شاركت متابعيها على صفحتها عبر انستغرام مشاهد من نشاط موسيقي رياضي أحيته في مصر حيث أثارت الجدل بعد رقصها على المسرح. وشاركت رزان وابنها في إحياء مهرجان رياضي تحت اسم Run Up The Beat في مصر حيث ظهرت على المسرح وهي ترقص وتغني وتشرح للمشاركين عن مراحل النشاط إذ كانت المضيفة الأساسية للمهرجان. وكان لافتا ظهور ابن رزان معها على المسرح ورقصه إلى جانبها في ظهور نادر له حيث أعطت المساحة لابنها ليصعد على المسرح ويتكلم بكل طلاقة باللغة الإنجليزية. وعلقت رزان على أحد الفيديوهات الذي جمعها بابنها ابن اللي خلق سوبر ستار بالفطرة. كما عبرت عن فرحها بأن ابنها قد استحوذ على إعجاب الجمهور وكتبت في تعليق آخر ابن اللبناني المصري البريطاني الجديد مشيرة إلى تفاجؤها بالجرأة والشعبية التي يتمتع بها. عنده برود أعصاب اسم الله وأنا بركين رامت لي أو سي دي بحب يرتب